أهلا، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم وعفوا على التأخير، و إن شاء الله سنواصل دروسنا بإذن الله. بعض الإخوة أرسل لي رسائل على الخاص، يسأل يعني يقول لماذا لا نترك هناك فترة فراغ بين الدروس بين كل 4 أو 5 أحرف ونعمل حلقة نقاش أو جلسة نستذكر فيها ما مضى من أحرف وأستمع لأسئلة في ما مضى من الأحرف كاملة. فما عندي مانع أبداً، ما في أي مشكلة. إذا أردتم أن نجعل الليلة لشرح ومراجعة ما مضى من الأحرف من الألف إلى الصاد بشكل سريع ونكتب بعض الجمل والعبارات والتطبيقات ونراجع بعض الأسئلة ونجيب على بعض الاستفسارات للإخوة، ما عندي أي مانع أبدا. وإن شاء الله يعني تكون هناك فائدة بإذن الله. بعد النهاية يعني الأمر عائد لكم للتصويت أيه أفضل. اليوم نعم في الأصل حرف طاء، طيب إذا نحن مع الاستمرار، ما دام الإخوة يريدون الاستمرار خلاص إن شاء الله نواصل، وبعد هذا إن شاء الله سنعمل حلقات نقاش. إذا أكملنا الأحرف المفردة نعمل حلقات نقاش بسيطة، ثم إذا أكملنا الوصل نعمل أيضا حلقة نقاش، ثم إذا دخلنا بعد هذا على الجمل ونأخذ حلقة نقاش إن شاء الله، وهكذا يعني بعد كل مرحلة مرحلة. إذا نكمل اليوم مع حرف الطاء إن شاء الله، وبعض الأخوة كثير يرسل لي أين نجد الشروحات، أين نجد، وقد شرحنا أكثر من مرة أنها موجودة في اليوتيوب لمن أراد الرجوع إليها. فإن شاء الله نحاول نعلن عنها بعد ذلك. طيب نواصل في حرف الطاء، إذا نواصل في حرف الطاء وسأغلق التعليقات حتى نهاية الشرح، أعتذر من الأخوة، أغلق التعليقات حتى نهاية الشرح ثم يعني أستقبل الأسئلة بإذن الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. سنبدأ مع حرف الطاء، وقبل أن نبدأ مع حرف الطاء سنأخذ كل يوم كما ذكرنا، نأخذ كل يوم نصيحة بسيطة. نصيحة اليوم تتكلم عن علاقة الأستاذ مع التلميذ، علاقة التلميذ مع الأستاذ والأستاذ مع التلميذ. يعني الأمر يطول في هذه المسألة، لكن سأذكر كلام بسيط في هذا الموضوع. بعض الإخوة التلاميذ لا يعرف مصلحته أكثر من مما يعرفها أستاذه، فبعض الإخوة التلاميذ يبدأ يدرس عند الأستاذ الدرس الأول والثاني، والأستاذ لا يريد أن يتشعب مع الطالب ويأخذ معه شروحات طويلة وفروقات ومدارس وأساليب وهو في مرحلة مبتدئة، والطالب يحاول أن يطلع ويقرأ ويجد أن هناك فرق بين ما يعطيه الأستاذ وبين ما يجد في الكتب الأخرى، فيرجع إلى أستاذه فيقول لا، أنت تقول هنا كذا وأنا رأيت شيء كذا، وأنت تقول هنا كذا وأرى شيء كذا، وهذا ليس من الأدب مع الأستاذ. يجب أن يتأدب التلميذ مع الأستاذ حتى يجتاز المراحل الأولى، فإذا رأى نفسه أنه أكمل الأحرف المتصلة ثم الأحرف ثم الوصل ثم
انتقل إلى الجمل وأكمل مرحلة الإجازة وصار في مراحل متقدمة، بعد ذلك يأتي إلى أستاذه يناقشه من باب الفائدة. أما ما نجده اليوم، بعض الإخوة لا يزال لا يستطيع أن يكتب الأحرف المفردة بشكل جيد، وتراه يتكلم عن أستاذ فلان وأستاذ فلان وكثير، وتأتيني رسائل كثيرة على الخاص: ما رأيك بفلان؟ ما رأيك بفلان؟ ما رأيك بالأستاذ فلان؟ أسماء كبيرة يعني لها وجود في الساحة الفنية، ما رأيك بفلان؟ فقبل أن أجيب أذهب إلى يعني أرى من هذا الشخص، لأنه يسأل عن شيء ربما ليس يعني في وقته. فأدخل إلى مثلا صفحته فأجده شخص لا يستطيع أن يكتب شيء، يعني أقل من مبتدأ. طيب أنت في هذه المرحلة اذهب إلى الكتابة، لا تنشغل بهذه الأمور، اذهب إلى الكتابة وانشغل بالكتابة، وهذه لها وقتها أن تسأل لتستفيد عن فلان. أما أن تسأل من باب الجرح والتعديل في فلان وفلان فهذا أصلا لا يجوز، لا يجوز لا شرعا ولا فنا من باب المصلحة. هذا بالنسبة في علاقة التلميذ مع الأستاذ. أما علاقة الأستاذ مع التلميذ فأيضا لا يجب أن يكون الأستاذ أيضا متأدب مع التلميذ. ليست المسألة مسألة أنه من يكون تحته والذي يتأدب فقط، لا، حتى الذي في الأعلى يتأدب مع من هو أسفل منه، بأن يعطيه النصح بشكل كبير، ألا يخفي عنه العلم، ألا يجعله ندا، أن يفتخر به، ألا يتضجر منه إذا جلس في مجلسه. يعني يجب أن يكون هناك أدب أيضا، مثلما التلميذ يتأدب مع أستاذه يجب على الأستاذ أيضا أن يتنازل ويتواضع لتلميذه، لأنه هو حلقة وصله المستقبلية، وهو أيضا فخره، وهو الذي يحاول به أن يكون أن يبني صداقته الجارية في المستقبل، فعليه أن يتأدب أيضا. فليس الأدب فقط من الصغير، حتى أن بعض الإخوة الأساتذة يرى أنه كيف أنا أتأدب وأنا الأستاذ، لا لا، الأدب هو الجميل، الأدب هو الجميل، وعلى الأستاذ أن يكون متأدبا وأن يعرف كيف وأن يعرف مسألة العلم وكتم العلم وعقابهما، وكيف أن الله عز وجل ذكر هذا الوصف، والشريعة بشكل عام ذكرت الذين يكتمون العلم في أسوأ الأوصاف. فيجب عليه أن يقرأ هذه الأمور وأن يهتم وأن يبذل لتلميذه ما استطاع، فإن في الأخير الزبد يذهب جفاء. يعني إذا رأى أنه أعطاه ولم يستفد فإنه لن يفيد بعد ذلك وسيترك، الزبد يذهب جفاء. ولكن عليه أن يعطي ويبذل، والله عز وجل سيبذل عليه أكثر ويعطيه الخير بشكل أكبر. هذه نصيحة اليوم. ثم ننتقل إلى حرف الطاء. طبعا حرف الطاء لا نطيل اليوم الكلام فيه لأنه يشبه حرف الصاد كثيرا، حرف الطاء يشبه حرف الصاد كثيرا. أولا بالنسبة للحركة الأولى التي ذكرناها في الصاد، وهي هذه الحركة الأولى في الصاد، هذه الحركة لا يوجد هناك فرق بينها وبين الطاء، نفس الحركة، نفسها، هذه هي نفسها في الطاء. هذه الحركة هنا أصغر من حركة الصاد، حركة الصاد أكبر وحركة الطاء أصغر قليلا. هي طبعا هناك مدرستين، مدرسة نسخ تشبه الثلث، ومدرسة نسخ يعني هناك فرق بينها وبين الثلث. الذي تشبه الثلث يعني قياسها نفس قياس الثلث، كما أن الصاد بهذا الشكل في الثلث والطاء بهذا الشكل في الثلث، فكذلك في النسخ أيضا الصاد هذا الجزء أكبر من هذا الجزء في الطاء، فالطاء بهذا الشكل والصاد بهذا الشكل، انظروا هناك فرق في الحجم. من هنا الصاد مائلة والطاء أقرب إلى الاستقامة، الطاء أقرب إلى الاستقامة.
ما العلة؟ الآن سنأتي إلى ذكر علة هذا الجزء، وهذا الجزء هو الفرق بين الصاد والطاء، وليس الجزء العلوي ولا الجزء الذي في الأمام. طبعا أنا أذكر باختصار لأن هذه الأجزاء نحن ذكرناها بحرف الصاد فقط من باب يعني توسيع بعض المدارك. طيب، ما العلة أن هذا الجزء يتغير، أن هذا الجزء يتغير في الطاء ولا يتغير في الصاد؟ ما العلة؟ العلة هي علة النبرة، هذه النبرة، يعني أن الصاد تتغير أموره عند الوصل فيما بعد النبرة وليس قبل النبرة. معنى هذا أن الصاد إلى النبرة يعتبر حرف واحد، فلذلك إلى النبرة يكون مقوس، فيه تقويس. التقويس هذا للتجهيز والاستعداد لكتابة النبرة، فجعل هذا الجزء ثابت في حرف الصاد بهذا الشكل. رأيتم بهذا الشكل؟ هنا تتغير الأمور، إما هكذا، إما هكذا، إما ألف، إما تتغير الأمور فيما بعد، لكن فيما قبل هذه ثابت في الصاد. أما الطاء فالطاء إلى هنا ثابت، لكن من هنا الحرف الذي بعده بعد الطاء يغير في مسار الطاء من هنا، من هنا يبدأ التغيير، لأنه قوس واحد لا يوجد نبرة مثل الصاد. الصاد هذا قوس ثابت، ثم فيما بعد النبرة يبدأ القوس يختلف بحسب ما بعدها. أما الطاء فمن هنا يبدأ التغيير، من هذا المكان يبدأ التغيير. كيف يبدأ التغيير؟ انظروا مثلا بعد الطاء ألف، بعد الطاء ألف. طيب، إذا كان بعد الطاء ألف بمعنى أنه صاعد، يعني أن القوس يبدأ يتغير، يعني يكون نفس القوس. معنى هذا أن هناك ميلان حتى نستطيع أن ماذا نعمل؟ أن نصل إلى حركة الألف. هذه حركة الألف، يعني من هنا يكون شبه مقوس. طيب، إذا كان بعد الطاء باء، الباء معنى أن هنا نبرة، هذه النبرة تجعل هذا الجزء مقوس، ولكن ليس بتقويس الألف لأن الألف أرفع. فنأتي نعمل نبرة هذا الشكل، فهنا ماذا؟ مقوس لكن ليس بالمستوى تقويس الألف. طيب، هناك أماكن تغير المستوى تماما، مثلا طاء بعده راء. انظروا، طبعا أنا لم أكتب الألف، ألف الطاء سيأتي الكلام عنها. طاء بعده راء، انظروا الراء نازل هنا، ولو عملنا هكذا سيصير هكذا، وهذا غير موجود لأنه لا تظهر النبرة عندما لا يكون قبلها مد، لا تظهر نبرة الراء، يعني بهذا الشكل مثلا باراء، هنا تظهر النبرة، لكن باراء قصير لا تظهر النبرة بهذا الشكل، فهنا لا تظهر النبرة. ما دام أن النبرة لا تظهر يعني أنه يجب أن يكون القوس عكسي حتى تظهر فيه الراء، فهنا بدل أن يكون الطاء بهذا الشكل صار مستقيم، مستقيم وربما بهذا الشكل، بهذا الشكل. انظروا الآن ماذا نعمل؟ شوف، أنا أبالغ في الحركة حتى ترون كيف تغير، بدل أن كان هكذا يصير بهذا الشكل.
رأيتم مستقيم لا يوجد فيه قوس بسبب الراء. مثلا الميم، تغير القوس هنا، حركة الميم. نريد أن نصل إلى أن الجزء الذي يتغير في الطاء هو هذا الجزء من هنا. من هنا يبدأ التغيير بحسب ما بعده، وليس هذا الجزء قصير لكن ثابت، وهذا نفس حركة الصاد، ولكن هنا يبدأ التغيير لأنه لا يوجد بعد الصاد مانع أو وقاية لها من التغيير، بعكس الصاد. الصاد النبرة التي بعدها هي وقاية لها من التغيير لأنها ثابتة، أما الطاء فليس لها وقاية، فلذلك نأخذ من أول مفصل، لأن القوس يبدأ من أول مفصل من هنا، فنأخذ من أول مفصل ونبدأ نغير الحرف إلى آخره وهكذا. طيب، الآن نأتي إلى ألف الطاء. ألف الطاء، أكتب بقلم أكبر قليلا حتى ترون. ألف الطاء، ألف الطاء يتعامل مع الخطاطين تعاملين أو طريقتين. الطريقة الأولى وهو أن نهاية البياض هي ألف الطاء، هنا نهاية البياض الداخلي هذا هو نهاية، هو ألف الطاء هذا الشكل في هذا البياض، واضح؟ هذا الجزء الأول. الجزء الثاني تكون في هذا المكان، يعني هذه هي أرفع، هي أقرب إلى هذا الجزء. الجزء الآخر جعله في هذا المكان، هنا في هذا المكان، يعني قبل الذهاب، يعني قبل الاستقامة في هذا الجزء، ولكن قليل جدا من استخدم هذا المكان، ومعظم الخطاطين يستخدمون مسألة البياض. نهاية البياض هي حركة الطاء، نهاية البياض هي حركة الطاء. وإذا تريدون بعض المراجع ارجعوا إلى النسخ غير النسخ العثماني، النسخ الأخرى كأسلوب الأسلوب الإيراني وأسلوب بعض البغداديين القدامى، تجدون أنهم يقربون الألف أكثر إلى الجزء الأيسر. هذا بالنسبة لحرف الطاء بشكل مختصر. داخل حرف الطاء هو نفس حجم القلم، نفس قطة القلم التي تكتب بها في الداخل الثابتة. أما إذا كان الطاء متغير ألف يكون أكبر قليلا، وإذا كان ميم يعني عكسي يكون أصغر قليلا. هذه الاتجاهات مهمة، إذا كان بعده ميم أو كان بعده راء مثلا تقرب الاتجاهات من بعضها قليلا، يعني هنا يحصل في تغيير لكن ثابت، الشكل ثابت لكن التغيير هو في مستوى الميل، هل بهذا الشكل هل بهذا الشكل هل بهذا الشكل، يتغير له، يعني له تفصيل. إذا كان بعده ميم وأنا أريد أن أجعل الحركة عكسية مثل هذه الحركة التي توصلني إلى الميم، هذه الحركة التي توصلني إلى الميم، وهنا طاء، فأنا لا أجعل الطاء بهذا الشكل حتى لا تتناسب مع هذه الحركة العكسية، لا، بل أجعلها قريب منها، واضح المسألة، أجعلها قريب منها حتى
تتضح وكأنها متوازية لبعضها، يعني لا أذهب إلى يعني أن أباينها بشكل كبير، لا، بل أحاول أن أقرب وهكذا. وكلما كان الطابع لها ألف ستكون بهذا الشكل فيها تقويس، أحاول هنا أني أجعل الطاء بهذا الشكل، يعني يعطي هذا الإيحاء أن هناك تقارب. وهي مسألة تفصيلية يعني دقيقة جدا تنتبه لها أثناء المشق. بارك الله فيكم ووفقكم، وإن شاء الله ننظر إذا هناك بعض الأسئلة مثلا نجيب عليها، وباب التعليقات مفتوح. إذا كانت هناك أسئلة نجيب عليها بشكل صوت يكون أفضل، أنا قليل متعب اليوم وأريد أن يعني لا أستطيع أكتب كثيرا. آمين، مساكم الله بالخير وإياكم جزاكم الله خير. هي الطريقة الأفضل لرسم نهاية الطاء، يعني يرسم رسم، يعني تكتب ثم ترسم بطرف القلم. سؤالي عنك وعن حالك، أسأل الله أن يحفظك. آمين وإياكم، الله يبارك فيكم جميعا. ما هي الأساليب في حرف الطاء؟ ذكرناها الآن، هذه هي الأساليب. هناك أسلوب قريب من حركة الثلث، يعني متسع واسع. ما الفرق بين النسخ الجلي والنسخ العادي؟ النسخ العادي يكتب بأجزاء من القلم، وكلما زاد حجم القلم في النسخ كلما كتب بكل القلم كأنه ثلث. آمين وإياكم، آمين. أتمنى لو تحدد وقتا حتى نتابعك في هذا الوقت. أنا محدد يوم الجمعة الساعة 11 دائما، فقط اليوم تأخرت نصف ساعة وأعلنت في الانستغرام أني سأتأخر لأني كنت في الطريق. الله يبارك فيكم جميعا. كل نوع الورق المستخدم للتمرين، هذا ورق كوشي عادي، ورق كوشي. آمين. إذا زرت الإمارات أنا والأستاذ محمد النوري عازمين أحاوي. أهلا وسهلا فيك إن شاء الله قريبا، احتمال يوم الاثنين بإذن الله، بإذن الله يوم الاثنين. آمين وإياكم، بارك الله فيكم. لما لا يكون لحرف الطاء ذيل مثل حرف الصاد، ما العلة؟ لما لا يكون حرف للتفريق، الألف وتفريق النبرة، للألف والنبرة تفريق بين الحرفين. هناك ورق لونه بيج أحيانا نستخدمه، ما نوع لونه بيج؟ نفسه كوشي، كوشي بيج يعني كوشي لون آخر فقط، يعني ليس ورق، ورق عادي جدا. هذا هو نفسه أظن، فقط الإضاءة يعني جعلته أبيض. آمين وإياكم، بارك الله فيكم. يعني اهتموا. آمين آمين. يوم غد؟ لا، فقط يوم الجمعة الساعة 11 فقط. عليكم السلام، الحمد لله، الحمد لله بخير، بارك الله فيك. طريقة إرسال التمارين عبر الإيميل، إذا أحد عنده الإيميل ممكن كتابته، بارك الله فيكم، خط درسه. استعدوا للدرس القادم، درس مهم جدا جدا في حرف العين، وكثير من الإخوة يسأل ويتعب في حرف العين، لهذا سيكون الدرس القادم ربما ليس ساعة بل ربما نزيد عن ساعة، فلهذا احتمال نتأخر يعني في البث، فلهذا إن شاء الله تكونوا موجودين. طامع حرف الباء كتبتها قبل قليل، لو رجعت إلى البث ستراها. الله يعطيك العافية أخي، كيف كتابة الطاء إذا جاء بعدها هي نفس الميم، نفس حركة الميم فيها ميلان. هل من الممكن التركيز على حرف الجيم والعين؟ جيم والعين ما فهمت يعني. إذا تقصد العين، العين سنأتي لها في الأسبوع القادم إن شاء الله، والجيم شرحناها من قبل. أما إذا تقصد الجيم والعين المتصلة سنأتي لها في باب الاتصال. عن الدرس السبت في الرابعة إذا الله. لا يوجد درس يوم السبت في الرابعة.
لا يوجد، فقط درسنا يوم الجمعة الساعة 11. هل يعتبر هناك خلل إذا كان الخطاط يكتب ويجيد نسخ بالقياس الكبير مثلا 2 ملم ولا يستطيع الكتابة؟ لا، لا يوجد هناك خلل، كل واحد له قدرته، ولا والله مقسم هذه الأمور، يعني يبقى خطاط، ولكن هذه الأمور الأخرى عبارة عن أشياء مهنية. من حرفي الجيم والعين إن شاء الله ستأتي في الوصل. آمين. أتمنى عندما تنهي السلسلة أن تبدأ بنظام الخط السطري والجملة. نعم، سنأتي لها إن شاء الله، سنأتي لها بإذن الله. نأتي إلى الوصل وإلى السطر والجمل إن شاء الله، نمشي بسلسلة طويلة بإذن الله نفيدكم بها إن شاء الله. أنت من أي بلد الأصل؟ إذا أنا من اليمن الأصل ومقيم في إسطنبول. كيف نكتب الطاء مع الصاد؟ نفس الشيء، يعني كأنها مستقيمة، كأنها مستقيمة، ثم نكتب بعدها الصاد. يختلف حرف الطاء عند الكتابة بقلم كبير 6 ملم أو أكبر؟ لا لا يختلف، نفس الشيء، فقط الأحجام الكبيرة والصغيرة تغير في الوصل بين أجزاء الحرف، وتغير أماكن الرسم، يعني بدل أن أرسم يكون بكل القلم. الله يبارك فيكم جميعا. هل هناك سؤال أو شيء؟ آمين، بارك الله فيكم. الذي لديه الإيميل يكتب الإيميل. آمين آمين إن شاء الله. الله يعم السلام على العالم كله إن شاء الله. آمين، الله يعطيكم الصحة، الله يكتب أجرك. آمين وإياكم. متى هذا الدرس يرفع؟ يوم الاثنين يرفع، لأن الأخ يكون عنده إنترنت يوم الاثنين فيرفع الدرس. آمين، بارك الله فيكم. لم أعمل شيء، يعني هذا الواجب علينا، وأسأل الله أن يعيننا، وأطلب منكم فقط الدعاء. متى ممكن تركز على الثلث أو أنه لا يجد بك؟ لأني ملاحظ أنه مهتم. والله نأتي له الثلث إن شاء الله، لكن يعني أنا أرى كثير من الإخوة يشرح ثلث، فحبيت أن أشرح في النسخ، قليل من يشرح في النسخ، فلهذا حببت أن نركز على خط النسخ. وأنا أقول لكم أعطيكم مختصر الأمر، يعني الذي يريد أن يعني يكتب خط إلى حد الإجادة التامة في هذا الخط، فخط واحد، الحياة لا تكفي لخط واحد، فلهذا يجب على الإنسان أن يتخصص في خط واحد، ويعني يبدع فيه بشكل كبير، ويعني يعرف تفاصيله ويشرح للناس، ويعني يقدمه للناس بشكل جيد. هل ستزورنا في بلجيكا؟ إن شاء الله، إذا أذن الله لنا أو أتتنا دعوة أو أي نشاط هناك سنأتي، لما لا؟ ممكن تثبيت البث؟ نعم، هو يكون 24 ساعة موجود إن شاء الله. ذكرت سابقا أن استخدام أحبار الشمنك لا ينفع مع، نعم والله أنا رأيي أن الشمنك لا ينفع مع أي خط، الشمنك حبر سيء جدا من كل النواحي، لا يوجد فيه شيء جيد إلا أنه سهل الاستخدام، أما آثاره يعني كشيء طبيعي أو شيء أقرب إلى الطبيعي، بالعكس هو نوع من أنواع البوية، يعني لون، وهو يعني أحد مشتقات الأكريليك، تعرفون هذه الأمور، يعني فليس له قيمة فنية كبيرة. آمين، الله يبارك فيك. رأس، انكتب برأس القلم. ما فهمت جيدا. طاء مع الحاء كيف تكتب؟ نفس الميم تماما، طاء مع الحاء قبل قليل ذكرناها، نفس الميم، نفس حركة الميم، يعني تكون مائلة عكسية. أهلا وسهلا، إن شاء الله نزور أي مكان، فقط تعرفون أن الزيارة تحتاج إلى بعض، خاصة بعض الدول تحتاج إلى دعوات و يعني وفيزا وهذه الأمور، فلو تيسرت لا مانع، بالعكس نتشرف في كل بلاد العالم، كل الإنسان أو الفن
أحد الأمور المهمة التي تجمع كل العالم، لأنه عامل مشترك بين الإنسان بشكل عام. الله يبارك فيك. والله إلا سبحان الله الوقت لا يتسع صراحة، لكن لعل الله يكتب لنا في وقت قادم نشرح بعض الأدوات. نحن دخلنا في خط طويل جدا في مسألة الحروف والوصل والجمل، وسيأخذ مننا وقت طويل، ربما سنتين يعني لا تكفي لنعمل هذه السلسلة الطويلة، ولكن إن شاء الله رب العالمين يكتب يعني البركة في الوقت. أنا لا أريد أن أكتب صراحة، قليل متعب اليوم، ولكن سأكتب. الله يبارك فيكم جميعا. من خلال ما مضى من الحروف، حروف كنت تقول أنه يوجد أسلوبان فقط، هل تقصد أسلوب اللين والقاسي كما في الزخرفة؟ نعم، هذا الكلام أدق فعلا. هو أسلوب اشتقاق، يعني من أين كل أسلوب، من أين جاء بالضبط، وعلى ماذا اعتمد في أصوله. يعني فيه جزء لين وقاسي، ولكن أيضا في تفصيل في هذه المسألة، أنه رد الزاوية أو ارتداد فعل الحركة هل يعتمد على المنفرجة ولا على الحادة؟ هذه هي المسألة، يعني تفصيل المسألة هنا. إن شاء الله نتواصل معك على الخاص بإذن الله. أهلا وسهلا بكم، الله يبارك فيكم. إن شاء الله نتشرف بكل مكان، الله يبارك فيكم جميعا. كيف تكتب أستاذ؟ ممكن تريني ماذا أريك؟ يعني إحنا كتبنا الآن، إذا تريد ترى أمشاق أو أي شيء يعني ترجع إلى اليوتيوب، موجود أظن بعض الأمشاق هناك. آمين، الله يعافيك، الله يبارك فيك. طيب، مرابط أو قناة على اليوتيوب دروس الفائز السيد وحتى اليمين وكل ما. نعم، بارك الله فيك أخي، الله يبارك فيك. نعم، ترجعون إلى القناة تجدون كل التفاصيل. إن شاء الله الجزائر، ربما يعني يكتب الله لنا زيارة في مهرجان الجزائر القادم بإذن الله. الله يبارك فيك جميعا، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيك أنت الجميل أخي، الله يبارك فيكم. هل ألف الطاء مساوي للنهاية الألف مثل طائر؟ نعم، لأن هو ألف الطاء، هذه ألف الطاء وما تحته إلى هنا يعني يساوي حجم الألف الطبيعي. ركزوا، يعني الألف هنا ليس خمس إذا كتبته بأسلوب الخمس، هذا أربع، والخامسة هنا التي أنا أخذت منها في كتابة الطاء، فلهذا ما بعدها هو الألف الكاملة هنا. آمين، الله يبارك فيك، شكرا. سؤال مهم، هل زرت مملكة البحرين أستاذي؟ لا، للأسف لم يتيسر، لأني كان عندي زيارة إلى الإمارات إن شاء الله، فلهذا أخرت، ربما في رمضان أو إذا قدر الله لنا في الأيام القادمة إن شاء الله. نريد أن نرى إنتاجكم الكتاب بفارغ الصبر، خاصة لا يوجد تفصيل مثل هذا. إن شاء الله دعواتكم أن الله يكتب بركة في الوقت. الوقت للأسف لا يجد الإنسان الوقت. هل الحرف القبل يؤثر على الطاء؟ لا يؤثر على الطاء. يؤثر على الطاء كشكل؟ لا يؤثر، لكن ممكن يؤثر على الطاء كميلان فقط، كميل، يعني يغير ميله قليلا، أما كشكل لا يؤثر. قدرتك التحليلية محلقة جدا، وأنت تقدم دروس مدخل. الله يبارك فيك أخي العزيز، الله يبارك فيك ويوفقك إن شاء الله. الألف الطبيعي 5 نقاط أو 6، ليس لها نقاط معينة، ممكن 4، ممكن 5، ممكن 6، ممكن 7 حتى. المهم أن يعني أن تقيس أو تضبط الحروف على ما أردت من الألف، يعني اكتب ألف 6 نقاط، ولكن اجعل حروفك كلها توازي حرف الألف من ناحية الأسلوب. يعني مثلا الجيم
من داخله يكون ست إذا كتبت الألف بست، والأحرف سين صاد فاء قاف كلها تكون يعني فيها طول يناسب حرف الألف. إذا كتبت بأربع أيضا تنتبه الحروف التي بعد وهكذا. والله بسبب الوقت، لكن إن شاء الله الفترة القادمة ربما يعني نتوقف عن كتابة اللوحات وهذه الأمور، وأتفرغ لكتابة بعض الكتيبات والأمور الخاصة بالشروحات إن شاء الله. نتشرف أخي، الله يبارك فيك، نتشرف إخواننا في كردستان العراق، الله يعينكم جميعا. أحتاج شيء ورقي إن شاء الله. إن شاء الله هو موجود شيء ورقي، لكن للأسف لم أتمه، لم يتم حتى الآن، لكن موجود. هل يتأثر حرف الطاء بميلان حرف الألف فيما قبله؟ يعني مثلا أي كلمة؟ ثمة أمر وهو حركة القلم، التخلص من رسم أي حرف فيه، فهل يمكنكم تقديم؟ لا، أنا لا أنصح بهذا الشيء الذي هو يعني التخلص من حركة القلم. طبعا المسألة ليست صعبة، ممكن التخلص من حركة القلم، ولكن إذا أراد الإنسان أن يتخلص من رسم أجزاء الحرف، فهذا التخلص سيكون في الأقلام التي فوق 2 ملم، يعني أكثر من 2 ملم. أما أقل من 2 ملم فهو مجبور على الحركة، وإذا على رسم الحركة، وإذا تعود على كتابتها بدون رسم فمعنى هذا أنه لا يستطيع أن يكتب بالأقلام الصغيرة، وهذه هي فائدة التعود على رسم بعض أجزاء حرف النسخ، بعض أجزاء خط النسخ، حتى لا يكون عنده مشكلة في كتابة خط النسخ بأي حجم يريد، حتى لو كان أقل من نصف ملم. هذه هي العلة، يعني ليست أنه لا يستطيع الإنسان أن يترك الرسم، تستطيع طبعا، ولكن سيكون هناك مشكل يعني مستقبلا. الله يبارك فيكم إخواني، أنا في خدمتكم، الله يحفظكم يا رب. هل يتم فرك القلم في مد الأحرف بموازاة السطر بحيث تكون زاوية 90 درجة؟ يعني ليس دقيق، يعني ممكن هنا ممكن في مكان آخر، ليس دقيق. بعض الخطاطين يكتبوا مباشرة بدون فرك، لأن الفرك ماذا يعمل؟ تغيير القلم يعني قبله ليس عريض ثم عريض ثم ينتقل ليس عريض، وفي المدود عندما يصل إدركته إلى 90 يبدأ التغيير. ولكن الأصل أن يبدأ تغيير القلم عندما تكون زاويته هي زاوية بداية حرف الباء وليس 90، يعني زاوية النسخ. يعني مثلا سأعطيك مثال، إذا أنا أكتب الباء بهذا الأسلوب مثلا، فهذه الزاوية هي التي يتغير عندها القلم. مثلا انظر، أنا سأكتب، وصلت هنا أمامها، هنا يبدأ تغيير القلم، يبدأ يتغير القلم. ثم أصل إلى نفس الزاوية، هنا أبدأ أغير القلم. حتى في مثلا أريد أكتب هذه الحركة، انظر، انظر هنا تغيرت حركة القلم وهي نفس هذه الزاوية، انظر، وهنا تغيرت حركة القلم وهي نفس هذه الزاوية، وهنا ستتغير حركة القلم وهي نفس هذه الزاوية، انظر. أماكن التغيير هي أماكن الأسلوب الذي تبدأ به حرف الباء، وهذه هي أحد الأشياء التي يعني كتبت عنها في هذا كتاب الشرح، التي كتبت عنها في الشرح، وهي مهمة جدا في الثلث وفي النسخ أيضا، ليس فقط في النسخ. يمكن تكتب لنا أستاذ بعض الكلمات كأمثلة لدرس اليوم؟ أستاذنا أرى بعض الخطاطين يكتبون ألف الطاء أشبه الألف الإيواني. الديواني تقصد؟ لا، الديواني نعم في النسخ. لا لا، إذا تقصد الثلث ممكن، الثلث فيها هذه الحركة، أما في الديواني لا، في النسخ لا. ما رأيك بالخطاط هاشم بغدادي؟ هل أنت أسلوبك يشبهه؟ لا، أسلوبي لا يشبهه، يعني لا يشبهه، لكن رأيي فيه أنه أستاذ كبير، أستاذنا
وقدوة للجميع رحمه الله، يعني أحد أفذاذ الخط العربي. رحمه الله. أستاذ هاشم مفخرة العراق صراحة، عن بعد متعب قليلا، يعني لا أنصح كثيرا، ولكن في البداية أنا أنصح أن يلتزم الأستاذ مع معلم، يجب أن يلتزم حتى يتجاوز مرحلة معينة، ثم بعد ذلك لا مانع من المراسلة. الله يبارك فيكم جميعا، حفظكم الله، ويعني أعتذر منكم، إن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم مع حرف العين، وهو من الأحرف المهمة. بارك الله فيكم جميعا. إذا لم يتوفر معلم، يعني يجب أن أشرح لك جيدا. تستطيع تراسلني غدا إن شاء الله على الواتساب أو على الانستغرام إن شاء الله، وأحاول أذكر لك بعض الأشياء المهمة. يعني يجب أن لا تتشتت، لأن الطالب بدون معلم يعني يضيع وقته، لأنه لا يعرف من أين يبدأ. من كان معلمه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. أنا مستمر بالتصحيح، نعم، لكن توقفت قليلا. إن شاء الله أعود إن شاء الله طوال الأسبوع، أحاول أن يعني أطبع بعض الدروس وأشرحها بإذن الله. رقمي الواتس موجود، طيب سأكتبه لكم جميعا، ولكن اعذروني إذا لم أرد. بعض الأحيان قد أكون منشغل ما أستطيع أرد، فأتمنى من جميع الإخوة المعذرة. يعني بعض الأحيان تتجمع الرسائل بشكل كبير ولا أستطيع أن أراها إلا في وقت متأخر، يعني كثيرة جدا، فعندما أجد وقتي فارغ أبدأ أراجع الرسائل وأراها. فأتمنى من الجميع عدم يعني التضجر من هذه المسألة. هذا رقمي موجود، وأهلا بكم. الإرسال التمارين ليس على الواتس، على الإيميل. لا شيء، عملي مدرس فقط، أدرس طلاب الخط. وفقكم الله، إن شاء الله نراكم قريبا بإذن الله. في أمان الله، تصبحون على خير. أهلا أهلا أستاذ سامان، الله يبارك فيك. آمين، الله يبارك فيكم، أهلا وسهلا بكم جميعا، وفقكم الله وبارك فيكم.